هكساديسيمال. شباب سامعين بالهكساديسيمال؟ اريد اجابه صريحه. اي دكتور، شنو هو الهكساديسيمال؟ نظام 16 دكتور. جيد، اخذتوه بصف اول. نعم، يعني الارقام تبدي من الصفر لل 15، يعني 0 1 2 نوصل 9. رقم 10 شنو هو؟ رقم 10 اسمه اي. رقم 10 اي. رقم 11 بي. بي سي وتصعد ودي واف. اي الى اف. تنتهي الاف. او اف يعني 15، زين رقم 16 ايش قد؟ او اف قلنا او اي 10. او اف 15، زين انا بدي استمر 16، ايش قد يصير؟ ال 16 يا شباب، ال 16 هو 1 0 بالهكساديسيمال، يعني بالباينري ال 1 0 هو رقم 2، بس بالاتش هكساديسيمال يصير ال 1 0 يعني رقم 10 5 5 او على اليمين 0 على اليسار 1. ال 1 0 شباب هو الهكساديسيمال، نقصد به 16. ال 1 1 17 وهكذا ونصعد. واضح شباب؟ هذا ابجديات نظام الهكساديسيمال. ما راح تقدرون تفهمون وتسيطرون اذا ما تعرفون اللوجيك اكثر. قلنا لكم المواد المطلوبه باللوجيك، لازم تعرفون النظام الارقام. بالله هنا نحتاج بس باينري وهكساديسيمال. الانظمه الباقيه الاوكتال والبقيه خلوها. وايضا اعرفوا لي البوابات الرقميه ايش يصير حتى نقدر نعرف. الرسم اللي امامكم الاكيوميليتر اي هو واحد من انواع الريجسترات العاديه اللي سنجل، اللي معناه 8 بيتس مو بارلل، ويخزن بداخله يا شباب، يخزن بداخله هذا تتم بداخله عمليات الجمع، يعني من ريفرنس يصير هو الاساس باي عمليه جمع، فلازم تصير بداخله وتنقل النتيجه. فمن اريد اجمع اقول اد اي، اد اي، فمعناه محتويات الريجستر اي تنجمع مع نفسها، او اد بي فمعناه محتويات الريجستر بي تنجمع مع اي المخزونه سلفا، وهكذا اد 6، اد سي فمعناه المحتويات الموجوده بالريجستر سي ايش بيها تنجمع او سب تنطرح مع اي الريفرنس، وهذا الفلاج ريجستر لعازات الخمسه، عفوا الريجسترات الخمسه اللي بداخل الفلاج اللي يحتوي على الزيرو والكاري وهكذا وهكذا بقيه شباب. هاي كلها احنا حكيناها بالمحاضره السابقه، واللي ايضا موثقه عندكم فيديويا، حكينا بالتفصيل عن الفلاج وعن اللي بيصير داخل الفلاج، وقلنا انه اكو ريجسترات مساعده ثنائيه 16 بت اللي هي البروجرام كاونتر، اللي هو عباره عن الميموري بوينتر، يعني ايضا نخزن بها الداتا، وستاك بوينتر وهكذا. اليوم راح نجي على ال 885 ادريسنج مودز. نقصد به بالادريسنج مود طريقه تعامل البيانات، طريقه نقل البيانات، هل هي دايركت مباشر، هل هي شلون تنتقل، شلون وين تنخزن النتيجه، وين دا يصير. فعندنا اول نوع من عنده اللي هو الايميديت ادريسنج، اللي نقصد به انه شيء مباشر، اي ان الداتا از بريزنت ان ذا انستركشن، يعني معناه انه من تريد تستدعي او تريد تنفذ او تريد تخزن رقم معين، ايش نقول له مثلا؟ يعني فدي عاز نستخدم لهاي الديت. فشباب من نقول شنو معنى ديتا شباب؟
ليته سؤال قبل ما نجي. بيانات دكتور. اي شنو يعني بيانات شباب؟ معالجه دكتور. لا لا انت قلت بيانات، شنو نقصد بالبيانات شباب؟ شباب الديتا بصوره عامه هي الارقام الباينري، باينري اللي هي اشارات واحنا نحولها الى ارقام، فهاي الارقام هي اللي راح نعتمدها. يعني انا اريد منك برنامج بالمايكرو بروسيسر عندك مصفوفه، طلع لي اعلى رقم او طلع لي بالمصفوفه الميديم الوسيط، او شو طلع لي بالمصفوفه اقل رقم طلع لي اعلى معدل، واضح؟ او في عمليه كنترولينج دا يصير. فكل انا اتعامل ويا من؟ ويا الارقام، هاي الارقام اسميها يعني بيانات الداتا. فابسط مثال على المباشر الايميديت ادريسنج هو يعاز ام في اي ار داتا. تشوفوه؟ شباب تشوفوه؟ هذا ام في اي، ام في اي وينقى ريموف immediately ار data. يعني نقصد ب قيمة الداتا اللي موجودة ايش قد؟ 1.9 مليون. ايش قد قيمتها؟ هاي نثبتها ونخزنها بريجستر اسمه ار، حتى فالار راح يصير قيمته بقد قيمة الداتا اللي موجودة. فاذا خزن تثبيت هولدنج نسميها. فرقه عن الموف، الموف عمليه نقل. كلمه موف، موف موف اي، يعني شو معنى موف؟ يعني نقل، حركه تصير، حركه. واكو معناها موف تحويل يعني بيجي. فالموف تنقص له بالريجستر النوع الثاني، ريجستر ادريسنج، طريقه نقل الداتا اللي موجوده شباب. نقول موف ار داتا او ار سورس، يعني معناه من اليمين لليسار. الار سورس تروح بالار دي، نقل بيانات الار سورس بالار دي وتخزن النتيجه بالار دي. يعني من نقول موف اي فاصله 6، فمعناه قيمه الاي راح تصير 6 وتنخزن بالاي الجديد. الدايركت ادريسنج شباب تحتاج انت بعمليه البرمجه، خلينا نجي هسه مو العمليات ونقل البيانات وكذا، انت تحتاج تجيك بيانات من اوتسايد المايكرو بروسيسور، تجي من الخارج جهاز ادخال او اخراج الداتا او طريقه نقلها بين الاكيوميليتر وترجع المايكرو وهكذا والاريثمتيك لوجيك يونت وكذا. يعني فتحتاج انه الان والاوت بوت، فعل اعازات بالبن الان والاوت. لاحظ احنا 0 0 اتش، الاتش يمثل لي ايش قلنا؟ الاتش يمثل شباب حرف الاتش ايش يمثل؟ يمثل انه ده يقول لك هاي الارقام ال 0 1 يعني مو باينري بس للدوخ، هاي بالاتش بالهكسا ديزمال. فنتفق انه المايكرو بروسيسور اعازاته طريقه هذا هو كله بالهكسا ديزمال، بس الريجسترات من نخزنهن طريقه الباينري المنفرده. واضح؟ الاندايركت ادريس النوع الرابع الاخير هو الافكتيف ادريس اللي ينحسب بالبروسيسور. فانت عندك ادريسز اللي هو العناوين اللي 2800 مثل ما قلنا، 2801 تسلسلات سيكونس ستيب باي ستيب، يعني ده يصير للبرنامج او للاعازات مالتنا او للهذا. هسه نجي
مستعرض لكم شباب الإعازات مالتنا واللي تستخدم للداخل المايكرو بروسيسور، فنصنفها حسب الفانكشن مالها وحسب يعني عملها. فعندنا داتا ترانسفير كوبي اوبريشن، يعني هي جروب من الإعازات تستخدم لنقل البيانات بين الريجسترات. فمثال يقول لك copy the contents of the register P into register D. شكو محتويات أرقام مخزونة في الريجستر B تروح تشيلهن وتخليهن في الريجستر D في عملية نقل. فهاي الإعازات شباب، هاي الإعازات لو تقارنوها بلغات البرمجة الحديثة الآن، لغات البايثون او حتى الماتلاب من تجي اللغات الحديثه، تشوفها امهر واسرع بالعمل، يعني رغم انه سرعتها حسب يعني نسبيه، يعني السي بلس بلس لو تشوفها يعني نفس الشيء. هاي فد لغه بدائيه بسيطه، بس هي تعلمك الاساسيات شلون بده يصير. specific ثاني specific data byte to a register or a memory location. شلون تسوي لود؟ من اقول لود يعني تخزن تحمل register بي والديتا بايت هنا مثلا 32 هكسا. شلون تخزن تنقل بتوين الميموري وليس الريجسترات؟ هذا شوف الادرس مالته هنا بتوين الانبوت اوتبوت ديفايسز ويا الاكوميليتر وهكذا. هسه نجي شباب على الارثمتيك اوبريشن. شنو معنى كلمة شباب شنو معنى كلمة ارثمتيك؟ شنو الارثمتيك؟ هسه احنا جينا على الارثمتيك. شنو يعني يا شباب الارثمتيك اوبريشن؟ يا عمليات رياضية. Operation هو عمليات، نقصد بها شنو العمليات الرياضية المطلوب استخدامها. فاحنا ايش نحتاج بالرياضيات؟ جمع وطرح وهكذا. فنجي على الاديشن. الاديشن عندك عندك ريجسترات بها داتا، هاي ريجسترات سنجل مثلا الاي البي السي اللي هي 8 بت نمبر، تنجمع ويا رقم اخر واذا زوجي يعني يصير 16 بت. فهي اضافه محتويات ريجستر الى ريجستر اخر وخزنه بالريجستر، واضح؟ فاعازات الاديشن مثلا اد، واضح؟ حتى تفهمون اكثر شباب، اكو امثله واكو شيتات ايضا مكتوبه ازودكم بها يعني ايضا حتى نهايه المحاضره، حتى تفهمون شنو يعني شنو اديشن، يعني ايش بده يصير. سبتراكشن شلون تصير عمليه الطرح بتوين الريجسترات، واللي هي اي عمليه سبتراكشن هي تحاكي او بيرفورم توث كومبلمنت. راح نجي شنو الفيرست كومبلمنت وشنو التوث كومبلمنت. طبعا الفيرست كومبلمنت مجرد الارقام اللي عندك تسوي لها كومبلمنت، يعني 0 يصير 1 وال1 يصير 0. يعني اذا رقم 101 تسوي له كومبلمنت يصير 010، كان 101 اقلب يصير 010. هذا فيرست كومبلمنت يسميه. توث كومبلمنت تضيف رقم على الفيرست على الـ على الـ على الليست سيجنيفيكانت بت، يعني وهكذا، يعني على مرتبه الاحاد.
اللي هي تحاكيه نفس الشيء. الانكريمنت والديكريمنت نقصد به شلون تضيف رقم واحد الى للريجستر، شلون تضيف او تضيف للميموري لوكيشن، عمليه الانر والديكريمنت نسميها. ايضا اعازات موجوده. هسه نجي على اللوجيكال. من نقول لوجيكال اوبريشن نقصد بها شنو؟ اعازات الجيتات، البوابات الرقميه. هاي البوابات الرقميه، هاي البوابات اللي هي في اي سيات مثل السيركت تحتوي على اند اور اكسكلوزيف اور نور وهكذا. ف شباب راح اسال هذا السؤال، واني هذا السؤال نفسه سالته في المحاضره السابقه، وقلنا انه اذا عندك تو انبوتس مختلفات، واحد تجي بلس 5 فولت يعني اون فعال، واحد تجي ما بي صفر، وانا اريد بالاوتبوت مالته يروح على ريلي كونتاكتر ورا ويشغل لي موتور، فيا بوابه استخدم يا بوابه استخدم اذا ذن الطرفين الانبوت الاور. اسمح لي بعدني ما سال، بعدني ما سال بس لا تستعجل. يا بوابه استخدم اذا انا اريد الطرفين لازم الانبوت لازم اثنينهن شغالات، اثنينهن شغالات يعني مو واحد منهن بس باشاره 5 فولت والاخر صفر ويشتغلان، لا اريد شرط انه اثنينهن شغالات. يا بوابه استخدم وليش؟ يلا شباب الاوردكتور وليش شباب 46 واحد ترلين بس بالادخال، بس اذا صفر صفر تنطي صفر والبقيه تنطي واحد. مو اور انا قلت اريد اثنين شغالات الانبوت يعني الميك في واحد يشتغل. الاند جيت شباب، الاند جيت الاند شنو؟ ما عمليه ضرب الا الطرف الاول يعني ما يطلع منها اوتبوت الا بحاله انه اثنين وحدات، مو لو لا ويا يا شباب. اي نعم دكتور، نعم دكتور. اي فالان جيت شباب، ان جيت هي عمليه ضرب، اذا يجي صفر صفر صفر، اذا واحد بصفر صفر بواحد يبقى صفر، فالا واحد بواحد فالان، وهكذا اذا غير شرط استخدم، واذا اكسكلوزيف اور واذا كذا. فهذني لازم شباب لازم تكون عندكم يعني مراجعه سريعه الهن وهكذا. عندنا روتيت، عملية شيفتنج إزاحة للبيانات left or right to the next position. والروتيت جدا مهم شباب، يعني أضرب لكم إياه عملية الروتيت. مثلا أنت عندك سيكونس من 6 بتات، فالبت مرتبات مثلا 1 0 1 1 1 سيريال نسميه سيريال، فالبت الاخير شبيه ينزاح ويصير يلتحق للطرف الاخر، فهاي اول شيء روتيت اول شيء فتن. وهكذا نجي عليها بالامثله يعني الشيتات اللي راح تنرفض. كومبير شنو يعني مقارنة؟ مقارنة ريجسترات اثنين، هل انها مساويات؟ هل اصغر اكبر؟ وهكذا. كومبلمنت قلنا هو التحويل اللي موجود. جمب وبشروط الجمب وهكذا، شلون نسوي لوب بالبرمجة. شباب انتم ماخذين برمجة؟
بس وياي ان شاء لا الله. دكتور، أول مرة أنا أخذ البرنامج. يعني ما ماخذين خوارزميات؟ لا دكتور، ما ماخذين خوارزميات، وبالتالي ما ماخذين لغة، أي لغة برمجية بصف أول ثاني ما أخذته؟ لا دكتور، ما أخذنا برمجيات أبد، أي لغة ما أخذنا. الآن بدك تأخذون ماتلاب مو؟ حاسبات صف ثالث شباب. تمام؟ شباب بدك تأخذون الماتلاب الآن صف ثالث ويجيكم لا سؤال عن دكتور ما ماتلاب. لا. لا دكتور ما ماخذين، بس على البرامج الاكسل والهيج ما ماخذين شيء يعني. الآن شباب الآن المرحلة الثالثة. بدك بس تاخذون الاكسل دكتور، بس لا الاكسل دكتور يعني. من يجيكم الحاسبات شباب الان المرحله الثالثه وش بدك تاخذون؟ دكتور حيدر، اي ايش بدك تاخذون؟ شنو يعني برنامج الماتلاب؟ الاكسل بدنا ندرس عليه برنامج دكتور. الاكسل. اي شوف هذا اختلاف المناهج، اختلاف المناهج يعني اختلاف المناهج يعني. عموما اي برنامج يا شباب، برنامج هو بي بدايه بي نهايه، وبداخله سيكونس من الاعازات اللي ينفذ لك العمل اللي تريده انت. مو صحيح الغرض من البرنامج شنو هو؟ يعني هو استخدام الحاسبه، احنا بدون حاسبه هي تحسب لك اي سيستم، اي ديزاين انت تريد، وتحسب لك انت لازم تتبرمج، تغذيه البشر شغلته هو يبرمج يغذي البيانات، والحاسبه بامكانياتها انه يعني تنفذ ما مطلوب ولوبات. فالبرنامج قبل ما تكتبه كاعازات، تجي تكتبه كخطوات، يعني انبوت احنا نسميه خوارزميه، مخطط كتلي. تجي تدخل من السؤال، تدخل المدخلات، مو اي سؤال يجي فيه بيانات، انت لازم تفهم السؤال، مو صحيح؟ تصير تجاوب بدون ما تفهم السؤال؟ فانت تفهم السؤال ويقول لك فهم السؤال ايش بيه؟ نصف الجواب، مو؟ بالعكس انت بس تفهم السؤال بالضبط، شنو المعطيات اللي عندك؟ وشنو المطلوب؟ فهاي بالبرمجه تفيد، تخليهم بالانبوت توضحهم، تبدي ترايل اند ايرور. من اقول ترايل اند ايرور نقصد التجربه والخطا. تجي تفكر ها نجمع، شلون نضرب، شلون نطرح، شلون نقارن، شلون كذا، الى ان تسوي. والبرنامج الناجح هو اللي ياخذ less steps، اقل عدد من الخطوات. يعني جيت زميلك الاخر يسوي نفس البرنامج اللي سويته انت بالماتريكس بس بخطوات اكثر، وهكذا. احنا عندنا الخطوات القليله تدينا النتيجه الصحيحه وهو المطلوب. خطوات قليلة نتيجة صحيحة ايش بيها؟ هو المطلوب. ليش؟ لأن أنت يسموك مهندس سوفت وير، شغلتك راح برمج، راح يجي وراك مهندس الهاردوير ياخذ البرنامج مالتك ويبنيه على شكل، يسوي داونلود للبرنامج مالتك على باكج معين اي سيات، فيصير على شكل هاردوير. فكل ما البرنامج يكون اطول بالمقابل راح الكومبلكسيتي تعقيد، واللي معناها كلفه اقتصاديه، فلوس اكثر راح يجيبها المصنع، راح يجيبها الشركه، او راح يجيبها الدائره الحكوميه، او راح يجيبها الشخص. فهاي كلها تحسب بالتصميم الامثل. لذلك راح تشوفون من نبدي وكذا من نسوي برامج، اللي يطول البرنامج مالته راح من نجي نحسب التايمينج المطلوبه ايش بيه، راح نجد انه ايش نكتشف؟ راح نكتشف انه يستغرق تايم اكثر وبالتالي كلفه اكثر. لازم يكون اوبتيمم. هذا ياخذنا الى مصطلح الاوبتمايزيشن، اي هو الحل الوسط المعقول.
عازات أخرى أيضا اللي هي call return and restart، تحتاج أحيانا تخزن فد سبروتين نسميه، برنامج معين ونستدعيه جاهز مو كل ساعة اثنين وهكذا. محاضرة اللي باليوتيوب شباب، اللي عندكم محاضرة شفتوها لو لا شباب؟ محاضرة باليوتيوب لو ما شايفيها ها شباب؟ دكتور، انت اليوم نزلت هاي المحاضرة؟ شباب هاي المحاضرة 51 دقيقة، هاي موجودة بالقناة باليوتيوب مالتي، رجاء القناة الكل لازم ايش بيكم مشتركين بيها، هاي موجودة اني خازنها بالقناة يعني، فلو تشوفون تاريخها وكذا قديم يعني، فهاي هاي مسجلة يعني موجودة، فاشتركوا بالقناة يعني تعرفون شلون تشتركون بالقناة حتى تشوفون شنو اللي موجود. فاني هسه يعني بيصير يا شباب في البدايه هسه دكتور، بس انا دكتور نعم شلون الرابط مال القناه نفسه بالقناه رب منزلها بالكلاس روم يا شباب، وراح ادز لكم اياها ايضا بال يعني. دكتور كذلك بي دي اف افضل هم اثنينهم شباب اثنينهم يعني، انا دا اعطيك يوتيوب ودا اعطيك بي دي اف ودا اعطيك جوجل ميت، مو صحيح يعني ولا لاقين هذا الشرح الثلاثي، فمو كل محاضراتنا راح يصير شرح ثلاثي، لان احنا هذا التعليم الالكتروني يعني متعب جدا للتدريسي، اضافه لانه ندرب وضعكم ايضا يعني صعوبه الانترنت وكذا، فاحنا اذا اعطيك يوتيوب يعني المفروض تقراها المفروض بالمحاضره تجي يعني يكون شرح المبهم او اجوبه على الاستفسارات، واضح؟ ف اقروها هكذا، فهاي المحاضره هي بالتفصيل شباب، هاي بالتفصيل كل الكلام اللي قلناه، عن الاعازات و تمام، نهايته راح تلقون شيتات شباب، نهايه المحاضره ماشي؟ تمام دكتور تمام موجودة الشيتات بخط ايدي، اعذرونا اذا ما واضح شوي يعني، ايه ف شيتات ايضا ارفق لكم اياها، فقصدي شلون بدها تصير، بس لا تستعجلون على الشيتات على الحلول، بعدنا ما مكملين الاعازات لان ما راح تفهم شيء، فلازم تكون واضحة والشيتات ايضا محلولة. دكتور السلام عليكم. دكتور عليكم السلام. دكتور محاضرة مال يوتيوب يعني موجودة بها يعني كل المحاضرات من بداية السنة يعني من شرحتين علمية لحد هاي المحاضرة؟ محاضرة لا موجودة المحاضرة السابقة، قصدي المحاضرات السابقة نعم موجودة لحد الآن، بس مو دكتور بالضرورة نريد المحاضرة الأولى. دكتور نريد المحاضرة الأولى اللي شرحناها قبل اسبوعين، المحاضره الاولى ايش بيها؟ اي نعم دكتور. دكتور يا ما مدى افهم إيه دكتور ما منزل حتى على اليوتيوب مدى القاها. اي انا شرحتها فعندي تسجيل صوتي راح ارفقه باليوتيوب، وعدتكم شباب وعدتكم تسجيل مالها موجود، تسجيل دكتور. مالها موجود، النت كان من سويت ابلود ضعيف فراح ارجع اسوي ابلود وانزلها، فقط تسجيل صوتي ماشي؟ ماشي يعني دكتور. هذا ليش المهم المقارنة الأولى اللي كانت مقارنة بين الأجيال. ماشي شباب؟ واضح دكتور واضح. إيه